مساء الخير على حضرتك مع الوزير، بنرحب بحضرتك في مدينة العلمين الجديدة. محمود جميل من القناة الأولى. يمكن حضرتك كان ليك لقاء بممثلي المصريين بالخارج، فهل ممكن نشوف خطة مستقبلية لدمج المصريين في الخارج في الخطط السياحية والاستثمارية في المدن الجديدة، وعلى رأسها طبعا مدينة العلمين الجديدة، أو يبقى حتى في تعاون مع الشركة المتحدة بدمج المصريين في النسخة الثالثة إن شاء الله القادمة من مهرجان العلمين الجديدة كخطة سياحية واستثمارية للمصريين بالخارج؟ شكرا. فكرة كويسة قوي. اللقاء مع الاتحاد اللي اتعمل، أو هو اسمه اتحاد، سموه اتحاد للمصريين في الخارج، الإيه؟ تحالف المصريين في الخارج. شكرا. تحالف المصريين بالخارج كان مثمر قوي الحقيقة، وهم كانوا التقوا بيه بعد المؤتمر بتاعهم مع معالي وزير الخارجية، وانا اتشرفت بلقائهم بعد كده وكنت سعيد جدا، ويمكن اتكلمنا في حاجات كتيرة قوي غير السياحة. انا من النوع اللي بحب اسمع، واي حاجة كويسة، عارفين اللي بيقول بيشجع اللعبة الحلوة، اي حاجة كويسة قدامي بحب ان انا اتعلم منها حاجة واعملها وهكذا. فانا فاتح الباب على الاخر، اي حد عنده فكرة تفيد البلد، تضيف لمصر، انا مع القيمة المضافة، احنا هنشجعها وهنقف جنبها، وحسب امكانياتنا هنقول احنا قادرين او غير قادرين ان احنا نعمل هذا العمل ولا لا. ان احنا ندمجهم في مبادرة معينة في الساحل الشمالي، انا بدعوهم لو هم شايفين ان الموضوع ده في اضافة وفي مقدرة ان هو يشتركوا فيه، اهلا وسهلا بيهم. بكرة اظن ولا بعده هيزوروا اماكن سياحية عندنا، يعني يتعرفوا عليها عشان يقدروا ينقلوها للناس التانية. ناقشنا أفكار كتير للاستفادة من المراكز الثقافية، في بعض المراكز الثقافية مستغلة كويس وفي بعضها مش مستغل، للتسويق للثقافة والهوية المصرية. على فكرة موضوع الهوية المصرية ده انتوا بتسمعوه كتير اليومين دول، صح؟ موضوع الهوية المصرية ده اللي بيتعمل هنا ده جزء من إعادة صياغة هوية مصر. مصر هي مين بالظبط؟ فكروا فيها كده، هتلاقي ان احنا محتاجين اكتر من عالمين فيستيفال او مهرجان للعالمين، واكتر من فاعلية من الفعاليات علشان نبتدي نوصل احنا النهاردة مين بالظبط، ونوصل لشبابنا ونوصل لجميع فئات المجتمع ايه التوجه اللي موجود بدون كلام مكتوب على الورق، يبقى حاجات مرئية الناس بتحس بيها.